لسه مع حضراتكم ومستمرين مع حضراتكم في التغطية الخاصة بمنتدى الحوكمة الرياضية. يمكن هناك كلمة نسمعها مع حضراتكم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للإعلام، ونرجع مرة مع حضراتكم نستكمل بيت حلقتنا النهاردة. المتحدة للخدمات الإعلامية بتشتغل في مجالات متعددة في ما يسمى في المنظومة المتكاملة للإعلام والخدمات الإعلامية اللي بتقدم من خلالها. في جزء هو المنظومة دي أعتقد أن زميلي أحمد السبيش كان من شوية بيتكلم عليه، وهو الجزء الخاص بالمنظومة الرياضية. لما نتكلم على المنظومة الرياضية الحقيقة بنتكلم على إيكو سيستم كامل، والإيكو سيستم الكامل ده لو اتكلمنا عليه فيما يخص الحوكمة بتاعته، وده زي ما المؤتمر ده المؤتمر الأول، أنا أقدر أقول إن الحوكمة في مجال الرياضة ما زالت لسه بتاخد أماكنها في دول كتير في العالم بما فيهم مصر. بالتأكيد الحوكمة الرياضية قضية مهمة جدا في صالح الرياضة المصرية، إن شاء الله هيبقى لها إثر إيجابي جدا وهنشوفه قريبا على الرياضة المصرية.